التعرق الزيادة، أماكن التعرق الزيادة وأسبابها والحل إيه من الآخر. خلينا نتكلم في البداية عن أسباب إن أنا يحصل لي تعرق زيادة، سواء في كفوف الإيد أو في الأندر آرم أو في شعري. السبب الرئيسي اللي احنا بنتكلم عنه إن الموضوع ده وراثي، يعني الموضوع ده جين وراثي. أنا عندي الغدد العرقية بتفرز كمية كبيرة من العرق وبسرعة، فده بيخليني أنا عرضة للتعرق أزيد من غيري أو أكتر، أو مش عارفة أتحكم قوي في موضوع التعرق ده. ده سبب رئيسي إن أنا الموضوع وراثي شوية. كمان احنا هنلاحظ إن الموضوع ده لما بيظهر في سن المراهقة وبيبتدي مع الوقت يقل، يعني هو بيبقى أكتر حاجة في العشرينات. كل ما هنكبر في السن من غير أي تدخل خالص هيبتدي موضوع التعرق ده يقل شوية. خلينا نقول برضو انه بيزيد جدا لو انا عندي استعداد، بيزيد جدا في حالات الاسترس. يعني لو انا استرست دلوقتي جدا او مضطربة او في امتحان او انا خايفة او عندي اي استرس من اي نوع، هتلاقي التعرق ده زاد. وبيزيد برضو عند الناس اللي عندها استعداد في تغيير الفصول، يعني هتلاقي ان موضوع التعرق ده حتى في عز الحر، لا كان في تغيير الفصول اللي هو وقت الربيع او وقت الخريف ازيد. فده كله دي علامات بتقولي ان دي امور طبيعية للناس اللي عندها استعداد او عندها جين وراثي. طيب هل في اسباب ان انا ما كنتش كده وبقيت كده، او العرق زاد عندي بصوره واضحه عن الاول؟ في حاجات كتيره طبعا جدا، اهمها العادات الغذائيه. يعني في انواع من الاكل او الناس اللي هي يعني شرهه شويه في الاكل او بتاكل بكميات كبيره وبدون حساب واكلات معينه زي الفاست فود او الاكلات اللي مليانه فاتس، دي اوريدي فعلا بيزيد عندها التعرق جدا. في اكلات كده معروف ان انا لو اكلت كتير قوي بكميات من دهون في وقت بلاقي نفسي عرقت بزياده او المناطق دي زاد فيها التعرق، فبرضو دي حالات لازم نتجنبها وناخد بالنا منها. طيب لو انا اوريدي عندي الحاله دي، تعالوا نشوف اعمل ايه او حلولها ايه. طيب عشان اتجنب شويه لو انا عندي التعرق ده، هي مناطق في مناطق ملهاش حلول غير ان انا هروح للدكتور، وفي مناطق انا ممكن اتعامل معاها على حسب نسبه التعرق. يعني مثلا منطقه زي الاندر ارم، لو انا بعرق قوي من الاندر ارم فانا المفروض ان انا استخدم مزيلات العرق او اللي هي منعه التعرق، مش الديودرنت، مش الحاجه اللي هتديلي الريحه. هو عاده ليه العرق بيعمل ريحه؟ لان العرق بيعمل لي ميديا كويسه قوي ان ينمو فيها فطريات. طالما في فطر او في بكتيريا نمت في المكان ده، طبيعي يبقى ليها اخراج وليها ريحه. فانا موضوع الريحه ده انا بتجنبه بان انا برش برفيوم او ديودرنت، اي حاجه مزيله للرائحه. في فرق بين مزيل لرائحه العرق وفي مزيل للعرق نفسه. مزيل لرائحه العرق ده اتمنى ان انت تحطيه على الهدوم من بره، ما تحطوش على الجلد دايركتلي، لانه بيبقى فيه نسبه عاليه من الكحول انه برفيوم في الاخر، فيعمل لي اسمرار والتهاب ومشاكل. لكن ان انا استخدم انتي بريسبايرنت او حاجه مضاده للتعرق، ده طبعا مالي السوق في حاجات كتيره قوي بنستخدمها. حاولي انك تستخدميها بالطريقه اللي انا هقولها، اللي هي ايه؟ ان احنا هنعمل ايه؟ هننظف المكان كويس جدا. احنا قلنا ان في فطريات وبكتيريا بتنمو مع العرق، فانا عايزه المكان ده يكون نظيف كويس قوي بكلينزر او بفوم او بشاور جل واتيفر، وانشفه كويس جدا، المكان يبقى نظيف وناشف. وبعدين بالليل هرش كميه كبيره من الانتي بريسبايرنت، هرش كمية وفيرة هاملة المكان بيها. تاني يوم الصبح هزيل اللي انا حطيته ده كله، هغسله كويس قوي بمية بس وهجففه وهخرج. عايز احط حاجات في خلال اليوم تخلي فيه ريحة حلوة او تمنع ان يبقى فيه اي روائح، حطها من برة على الهدوم. ده هتبقى طريقتي في التعامل مع الاندر ارم. فدي الطريقة المثلى ان انا اقلل بيها نسبة العرق، طبعا مع الاحتفاظ بان انا بقولك الاكل الدهني والاكل المسبك الكتير والكميات الاوفر، كل ده هيعملي تعرق زياده في جسمي كله. اتجنب الكلام ده كله واعمل زي ما انا قلت لك كده بالظبط على منطقه الاندر ارم، هتجنب ان يكون في عرق زياده في خلال اليوم، وفي نفس الوقت هتغلب على موضوع الريحه ده بان انا برش برفيوم او ديودرنت. ده بالنسبه لمنطقه الاندر ارم. تعالوا نشوف المناطق الثانيه هنعمل فيها ايه. يبقى احنا دلوقتي استخدمنا حاجه لمنطقه الاندر ارم اللي بيعرق بنسبه كبيره وبيضايقنا، عرفنا ازاي نستخدم له الانتي بريسبيرنت طريقته الصح ايه. في ناس بتستخدمه بطريقه غلط من كتر ما هي زهقانه موضوع العرق، فتفضل طول اليوم ترش في اي وقت ترش كميات كبيره من الانتي بريسبيرنت، وده اللي بيحصل منه. الماده الرئيسيه بتاعه الانتي بريسبيرنت هي ماده الشبه اللي انت بتشتريها من العطار، يعني الكلوريد الامونيوم او الماده اللي انا بشتريها من العطار اسمها شبه، هي نفس الماده اللي بتتحط في الانتي بريسبيرنت. فالاثنين مفيش فرق، يعني واحده بتشتري شبه تحطها او واحده بتحط انتي بريسبيرنت، الاثنين واحد. فمش دي حاجه كيميكال ودي حاجه طبيعيه، هما الاثنين ماده كيميائيه معروفه بتقلل نسبه التعرق وبتقلل المسام المفتوحه اللي بتطلع العرق. فلو انا بستخدمها بكميات اوفر في خلال اليوم وكل شويه، اللي بسببه ان انا بسد نسبه كبيره من المسام. عشان المسام تتسد هتيجي تطلع دهون او عرق، تلاقي فيه حاجه مسدوده فتعمل لي حبوب وتعمل لي تراكمات زي الجرانينوما وتعمل لي مشاكل توجعني وهتضايقني. فده استخدام خاطئ
الاستخدام الصح سواء للشابة او الانتي بريسبيرنت هي الطريقه اللي انا قلتها، ان احنا هنغسل المكان ونجففه ونحط الكميه الوفيره اللي احنا عايزينها بالليل، والصبح هغسل الزياده اللي هي تعملي الانسداد دي هغسلها خالص واجفف واخرج، والحاجات الروايح احطها على الهدوم. ده بالنسبه للاندر ارم. طيب لكفوف الايد او لمنابت الشعر، في ناس عندها منابت الشعر اللي قدام دي بتعرق قوي، كفوف ايدي بتعرق قوي لدرجه ان انا مش عارفه اتحكم في حاجه او امسك قلم او الكلام ده كله، الحالات دي ملهاش اي حل جذري غير حقن البوتوكس. حتى الاندر ارم لما بيزيد قوي عن حد وبيضايقني انه باين مثلا في لبسي على طول في علامه، انا مش عارفه اتحرك من كتر ما ده مبلول صيف شتاء، المنطقه دي لو اوفر ملهاش حلول غير حقن البوتوكس. مفيش اي حاجه ممكن اعملها غير ان انا احقن بوتوكس بصفه دوريه، كل ما هيبتدي يروح مفعوله هبتدي اجدد الحقنه تاني. البوتوكس هيعمل ايه يعني؟ البوتوكس هو البوتوكس بتاع التجاعيد، هو بس بجرعه ازيد شويه عشان المكان اكتر. عشان البوتوكس ده بيعمل حاجه لطيفه جدا، انه بيقلل حركه العضله المسؤوله عن الغده العرقيه، يعني الغده دي في عضله بتحركها عماله تكب العرق ده طول اليوم، لو انا قللت الحركه بتاعه العضله فبالتالي الغده مش هتتحرك، مش هتطلع لي نسبه عرق زياده عن الطبيعي، فيبقى حل جذري. مفيش حد حقن بوتوكس في كف ايده او في الاندر ارم او في منابت الشعر وابدا اشتكى ان في نسبه عرق، بالعكس بتنتهي بتبقى طبيعيه، يعني نسبه العرق الطبيعيه اللي متبقاش اوفر ومضايقاني. فالحل الجذري ان انا بحقن بوتوكس. طب مده البوتوكس قد ايه؟ تعالوا اقول لكم. اول حاجه هتقلي من موضوع حقن البوتوكس هو مؤلم، خاصه انه في اماكن يعني مؤلمه زي كف الايد الاندر ارم، هو مش مؤلم خالص. اولا هنحط بنج موضعي، ألمه بسيط جدا جدا، يعني مجرد شكه وبتبقى ابره صغيره قوي اللي هي سرنجه الانسولين مش هتحسي بيها، فالالم محتمل ومع البنج الموضعي ممكن ما تحسيهوش كمان. بالنسبه للالم هو الموضوع بسيط جدا جدا. طيب هيقعد معايا قد ايه البوتوكس وانا هضطر اعمله كل شويه؟ خدي بالك ان لما مفعول البوتوكس بيبتدي يروح بتبتدي جراديولي الغده ترجع لنشاطها الطبيعي، يعني قرب يروح هتلاقي التعرق بدا يزيد شويه عن الطبيعي، راح نص نص هتلاقي التعرق بقى نص نص، راح خالص هترجعي زي ما كنتي. المده دي في العالم كله لكل انواع البوتوكس بتتراوح من 3 ل 6 شهور. ديبند على ايه يعني؟ ليه تقعد معايا 3 شهور ومع حد تاني 6؟ اولا السن، كل ما كان السن صغير كل ما كانت المده اللي بيقعدها البوتوكس اعلى. حاجه تانية حسب طبيعه كل بني ادم، يعني احنا البوتوكس بيقلل ماده في الجسم اسمها الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين دي الماده المسؤوله عن الكونتراكشن اللي هي بتحرك، اللي هي الحركه فيها بتبقى سريعه. كل ما تكون عندي الاسيتايل كولين بصوره اسرع كل ما البوتوكس راح مفعوله، كل ما كانت الدنيا ريلاكست شويه وبتكون بشويش كل ما كان البوتوكس يقعد اكتر. فده طبعا انديفيديوال كيس، انا مش بقدر احدده ولا في اي دكتور بيقدر يحدده، دي طبيعه كل شخص. يبقى انا هيقعد معايا البوتوكس من 3 ل 6 شهور، يعني نقول بعد اول 3 شهور يبتدي الموضوع يرجع مش زي ما كان، هيرجع جراديولي. يبقى رايي ان انا احقنه مرتين في السنه في الاماكن اللي فيها نسبه تعرق زياده. مع الوقت هتلاقي الدنيا بتقل جدا وانك مش محتاجه تحقني، ممكن مره في السنه وبعد كده هتلغي خالص انك تحقني والموضوع هيقل جراديولي لوحده. في نهايه الحلقه يا رب اكون فدتكم وقلت لكم الحل النهائي لموضوع التعرق الزياده اللي بيضايق بعض الناس، وان هو حله سهل وبسيط، هي جلسه بتعمليها مره كل كام شهر وبينتهي الموضوع ده على الاطلاق عندك.